سلبية لو فكرت فيهم هتوصل للاكتئاب الشديد. في دكتور شهير اسمه دكتور بول هوك، يا رب اكون بنطق اسمه صح يا رب، هكتبه دلوقتي على الشاشة عشان محدش بيقول لي انت بتنطقي غلط. المهم يتوصل لثلاث افكار رئيسية لو فكر فيهم الانسان او شغل باله بيهم طول الوقت هيوصل للاكتئاب والضغط الشديد. ايه هما وايه الثلاث افكار دول؟ يلا بينا نبتدي الفيديو، وطبعا والاهم والممكن يا ريت من فضلكم ندوس على اشتراك في القناه في الفيديو ده، وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اللينكات تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي باول فكره. الالتزام والوجوبية، يعني لازم اطلع الاول، لازم اكون ام مثالية، لازم اخلص شغلي، لازم اعمل كل حاجة. الالزام دي بتخليك طول الوقت تفقد الخطأ او انك مقصر في الحاجة اللي انت بتعمل فيها، وطبعا ده بيخليك عندك اكتئاب شديد جدا او بيبوظ لك الحاجة اللي بتعملها، لانك طول الوقت حاسس انك لازم تخلص كذا لازم تخلص كذا او بتخلصوش. ليه؟ لانك رافض ان في حاجة اسمها غلط وفي حاجة اسمها انك قصرت في كده، لان طول الوقت عندك انا لازم امشي لازم اعمل لازم اسوي. ده هيجيب لك ضغط نفسي فظيع جدا جدا. لازم نبعد عننا كلمة لازم دي للابد، محدش يفكر فيها، اعمل الحاجة وسيب الحاجة الباقي على ربنا. وفكرة انا ليه بيحصل لي كده واشمعنى انا، يعني من باختصار دور الضحية، عايش دور الضحية. ومفيش حد كده، مفيش حد الدنيا جاي عليه ومفيش حاجة مستحيلة، كل حاجة بتحصل. الكلام ده اكيد كلكم عارفينه، بس دي فكرة بتسيطر علينا. يعني واحد عمل شغل عمل حاجة، انا ليه بيحصل لي كده، انا اكيد منحوس، انا نكد، انا مش عارفة ايه، كل الحاجات دي بيقعد يفكر فيها لو حاجة دي فشلت. الفكرة بحد ذاتها انك مرفوض من الدنيا ومرفوض من العالم ومرفوض من الحتة اللي انت عايش فيها ومرفوض من اللي حواليك، وطول الوقت حاسس بكده. ده بيجيب لك اكتئاب، ولا قدر الله بيوصل للانتحار. فما تقعدش تحس بكده، لان ناس كتير زيك، مش انت لوحدك بس، كلنا فترة من الفترات حاسين احنا السبب في المشاكل دي كلها، وفي الاخر ما طلعناش احنا السبب. ده قدر وربنا كاتب كده. وحتى يا سيدي لو انت مؤمن ان كل حاجة ليها سبب، دور على السبب، ما تسيبش نفسك لاحزانك واكتئابك. لا، الدنيا حلوه وفي حاجات حلوه كتير قوي قوي قوي، وانا من ضمن طبعا الحاجات الحلوه. فنبتدي على الفكره الثالثه، فكره ان الحياه ما فيهاش عدل وظلمه. وليه بيحصل للناس كده؟ الكلام ده للناس عطف شديد جدا لازمات الاخرين. يعني طول الوقت شايفه الدنيا جنه، وليه كلنا ما نبقاش واحد، وليه كل الناس ما تبقاش ايد واحده ومع بعضينا وكل الناس عايشه في نفس المستوى. دول عندهم اكتئاب شديد جدا 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 فوق ما انتم متخيلين، لانهم غير مدركين ان احنا مش في الجنة، احنا على الارض. بيحصل الحلو ويحصل الوحش. لازم يكون عندكم ارادة داخلية جدا واقتناع كامل ان احنا مش في الجنة على الارض، ومفيش حد هيعيش زي التاني. ربنا خلينا طبقات وهنفضل طبقات. انا من الناس مثلا، انا كنت بشوف الدنيا كلها وردي وردي وردي، والسما بتنقط طبعا شوكولاتة، والدنيا كلها بينك، ولسه فيها الحالة دي، منكرش انا لسه فيها الحالة دي، بس بقيت مدركة شوية ان لا، يعني الدنيا فيها الوحش بس فيها حلو. عندك ارادة ان الدنيا والبني ادمين بيتغير، ومفيش حد ثابت على حاجة، انت شخصيا بتتغير، وانت شخصيا طريقتك كل يوم بتتغير عن اللي قبله. فخد بالك من تصرفاتك وخد بالك من نفسك، عشان الواحد لما بيخش في موت ما بيعرفش يخرج منه تاني. حزن والاكتئاب موت، لان كلنا مرينا كده، وكلنا طبعا ارادتنا مختلفة. اللي بيعرف يخرج منه حلو، واللي بيفضل فيه بيفضل فيه وما بيعرفش يخرج منه. فلو في حد دلوقتي بيتفرج عليا عنده مود الحزن، لا اخرج منه، انت مفيش منك، انت مش هتعيش غير مرة واحدة، الحياة حلوة، نكمل ونتبسط ونفرح. يعني مفيش حاجة ابدا ابدا هتستاهل الحزن ده كله غير نفسك، هتتعب وهتتعب الناس اللي حواليك. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، ولو عجبكم قولوا لي رايكم في الكومنتات، هستناها. اقول لكم ايه دلوقتي، باي باي.